نستهل جولتنا في الصحف الأفريقية الصادرة اليوم من السنغال، حيث توقفت لو سولي عند التعاون الاقتصادي الصيني الأفريقي، مشيرة في هذا الصدد إلى حلول الذكرى السنوية 20 لمنتدى التعاون الاقتصادي الصيني الأفريقي الذي تم الاحتفال به في 12 أكتوبر الجاري. وفي الغابون اهتمت لينيو بالقطاع الصحي، حيث كتبت أن وزير الصحة جاي باتريك أوبيانغ دونغ التقى أمس في المركز الجامعي الاستشفائي في ليبروفيل المسؤولين في إدارة المستشفيات المختلفة والمتعاونين المقربين منه ليقدم لهم سياسة الحكومة في مجال الصحة. وفي تناولها الوضع الوبائي بالغابون، أوضحت ليبروفيل من جانبها أن البلاد قد أجرت فحوصات لما يعادل 10% من سكانها، وهو رقم قياسي في إفريقيا. وفي رواندا ركزت إرنا على قضية المتهم بتمويل إبادة جماعية في رواندا فيليسيان كابوغا الذي تم اعتقاله في مايو الماضي بالقرب من العاصمة الفرنسية بعد 25 عاما من الفرار. وقالت الصحيفة إن العدالة الدولية يجب أن تقرر ما إذا كان يجب تسليم فيليسيان كابوغا المعتقل حاليا في فرنسا مباشرة إلى آلية المحاكم الجنائية الدولية. وفي الكوت ديفوار أفادت أبيجان نيل بأن تطور وباء كوفيد-19 ظل على حاله في كوت ديفوار في الأسابيع الأخيرة، واتسم بانخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بحسب المستشارة الفنية لوزير الصحة والنظافة العامة إيديت كواسي. وفي كينيا ذكرت صحيفة كينيانس أن وزارة التعليم ستشرع في برنامج مكثف لتعديل البرنامج الأكاديمي الوطني بهدف تعويض المتعلمين على الأشهر السبع التي كان فيها الحجر الصحي مفروضا بسبب كوفيد-19. أما في إثيوبيا فأفادت فانابيسي بأن الميزانية المخصصة للصحة هذا العام شهدت زيادة بنسبة 46% بسبب وباء فيروس كورونا الذي تطلب مكافحته المزيد من المعدات والمرافق والموظفين. ونختتم جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا، حيث توقفت بيزنس تيك عند فقدان الوظائف الذي تفاقم بسبب إغلاق المفروض جراء فيروس كورونا وتأثيره على اقتصاد جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 42% خلال الربع الثاني من 2020 وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات الحكومية.